سعد. ايه ده؟ انت رحت فين؟ ابدا، ده واحد صاحبي عدى عليا يعني، وقعدنا مع بعض شويه وبعدين جيت على هنا. ومالك قاعد في الضلمه كده؟ ما ولعتش النور ليه؟ عادي، ما هو في نور اهو. انت مالك يا واد مش على بعضك كده؟ هو انتوا كنتوا بتتخانقوا؟ احنا؟ انت وصاحبك يعني؟ لا ابدا، عادي يا فندم. وصاحبك حلو؟ يعني ايه؟ يعني جدع زيك كده؟ يا واد ما تتخضش، انا بطمن عليك. انت ولا انت مالكش عم تقول انت رايح فين؟ الحاره كلها بتدور عليك معايا، ما عادش في اي مشافك مع ابوك في النصمت. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بدر؟ ايه يا لو طنش عليا ليه؟ انا مش بكلمك. هو انا عيل صغير ياما عشان تخليهم يدوروا عليا؟ وبعدين وانا قايل لك ان انا جاي اقعد هنا؟ الكلام ده قلته لي ايام سيد خالف، بس انا بعرف افضته عشانك. قلت انت خلاص كبرت وبقيت راجلي ومالي عليا البيت، ثم برضك تسيبني؟ سيد خلف ده اللي جه رسمي وعناني وفرج وغيرهم. اخرس، قطع لسان اللي يقول عليها كلمة. سيبني مع عمك شوية يا سعد. وبعدين توحيدة اعقالي وتلمي. حاسب على كلامك يا بكر، ايه شايفني بعترة؟ انت اللي تحاسبي على ابنك، ابنك بقى طولك. الكلام اللي بيقوله ده حجة عشان يجي لك، وانت اللي بتشجعه. يا بكر الواد هيضيع، عاوز يسيب شغله اللي بيكسب منه قد كده عشان يرقص معاك، وانت مطوعه. كل ده عشان تبعده عني وما يهمكش مصلحته. مين قال لك اني مطوعه؟ انا مش عاوزه يشتغل معايا. وكلها يومين ثلاثة وابعتهولك. بس على الله ما يهربش منك. انت اللي مقويه عليا، متخليه يهرب ويجي لك يا بكر. صباح النور. الساعة بقت كام؟ 12:15. السفارة، السفارة 12:15 وسايباني نايمة لغاية دلوقتي. صحيتك ثلاث مرات وحضرتك تقولي لي سيبيني شوية. لو سمحت أنا بس كنت عايزة أسألك. صدقني كمان ما لقيتش اسمي، اصلهم بياخدوا الاسماء والانفورميشن يحطوها كلها على الكمبيوتر وهو اللي بيختار. ايه ده ايه ده؟ انت مين؟ انا اصلي كنت مقدم هنا قبل كده يا اخي. وانا ناقصاك انت كمان. طب ما تزعليش نفسك، هارد لك المره الجايه. ومفيش اخبار عن ساميه يا ماما؟ اتكلمت امبارح، بتقول هتنزل اخر الاسبوع وتقعد لبعد العيد. بس اياك تصدق، العيال وحشوني قوي. عماد مش اتأخر؟ هو مش جاي ولا ايه؟ والله يا بنتي مأكدة عليها، قال انه جاي، ده حتى نفسه يشوفك. تصدقي بالله فطر معايا مرة واحدة بس في شغله على طول. وهو صحته كويسة؟ كويس الحمد لله يا بنتي. قولي لي انت عاملة ايه؟ مسافرة قريب؟ مش عارفه،
لا يا ماما مش قادرة. فور ايه يا بنتي اللي هتاخديه؟ انتي كلتي حاجة؟ الحمد لله شبعت. بتوع ايه دول؟ دول عشان تجيبي كحك وعشان سامية والأولاد لما يجوا. اشتري شوية حاجات زيادة في البيت. أنا السنة دي مش هجيب جاهز، أنا هعمل في البيت زي زمان، خلي العيال تاكل. إدي دول لعماد. لكان رسول الله حيّ.